السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم برنامج لعبة. يحتار العديد من الأهل شنو اللعبة المناسبة حق ولدي، شنو فائدة اللعبة أو شنو المخاطر اللي ممكن تي من وراها. اللعب والألعاب بالنسبة حق الأطفال ليس مجرد للتسلية، العديد من الأطفال يستفيدون إيجابيا من هذه الألعاب ويطورون من مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية وأيضا الذهنية. بعض هذه الألعاب قد تشكل خطورة على صحتهم أو حتى على حياتهم، وبالتالي الهدف من هذا البرنامج أن نطرح مجموعة من الألعاب، نذكر ميزاتها عيوبها وشون نتجنب المخاطر اللي ممكن تي من وراها. واليوم أحب أتكلم عن لعبة أو مجموعة من الألعاب، ألا وهي ألعاب شخصيات أو التمثيل، مثل عدة الطبيب، عدة الشرطي، عدة رجل الأطفاء وغيره من هذه الألعاب. هذه الألعاب أو المجموعة من الألعاب تجيب مجموعة حلوة من الفوائد، ودائما ننصح فيها خاصة حق الأطفال اللي عمرهم صغير من عمر 2 لين 5-6 سنوات. هني في هذه المرحلة العمرية العديد من الأطفال عندهم الفضول والرغبة بالتقليد، فلما يشوف سيارة المطافي أو لما يشوف شرط المرور وده يعرف أكثر، يعجب في هذه الشخصيات وده يقلدهم. بالتالي وفرت العديد من المحلات عدة على قولتهم هذه الوظائف المهمة، وأيضا مثلا لبس يمثل هذه الوظائف، على قولتهم تشكيل أو دخول الطفل في دور هذه الشخصيات للعديد من الميزات. الميزة الأولى أن تعزز عنده التخيل والإبداع، فهني الطفل قاعد يتخيل أنه يلعب دور وظيفة معينة ويؤدي خطواتها أو واجبات هذه الشخصية. على سبيل المثال يلبس لبس الطبيب وعنده عدة الطبيب ويروح ويفحص شخص ويقوم بإعطائه الدواء وغيره من الأمور، أو يستخدم مثلا لبس شرط المرور ويقوم بتنظيم حركة الناس داخل المنزل. فهو بالنسبة حقه أمر ممتع، ولكن أيضا يطور عنده الأمور الإبداعية. كذلك يطور عند الطفل الأمور العاطفية، فلما يأخذ دور الطبيب يبدأ يتفهم آلام الشخص المريض، خاصة إذا كان اللعب في متعة وفي تمثيل من شخص بالغ يمكن يكون مصدر إرشاد لهذا الطفل. أيضا يطور عنده الجانب اللغوي، فكل وظيفة مرتبطة بأشياء معينة لغوية، فالطبيب يتعرف على عدة الطبيب، سماعة الطبيب، إبرة الطبيب، اللزاق أو غيره من العدة. نفس الشيء حق مثلاً رجل المطافي، يتعرف على النار وأشكالها ويتعرف على كيفية إطفائها من يعني من ماء أو غيره من الأشياء، ويكون حصيلة لغوية جديدة مرتبطة بهذه الوظائف. أيضا من الأشياء المهمة أو المفيدة في هذا النوع من الألعاب أن تهيئ الطفل نفسيا للتعامل مع هذه الشخصيات. من الأمور اللطيفة اللي أشوفها لما يراجعوني مجموعة من الأطفال العيادة أن في مجموعة من الأطفال عارفين شنو دورهم من أول ما يدشون العيادة، يقعد بالعيادة يدري شنو السماعة، يعرف شنو الليت، يعرف أنه راح أطل في أذونه، عارف الخطوات هذه متى أو من شنو، لأنه موجودة عنده في البيت. هذه الألعاب فيها بعض المخاطر اللي راح تعرف عليها الحين.
مثل ما قلنا أن هذه الألعاب جدا مهمة حق تطور الطفل الذهني والعاطفي، ويمكن تهيئة نفسيا حق مقابلة هذه الشخصيات في المجتمع. هناك بعض الأمور اللي لازم ننتبه عليها. الأمر الأول أن في بعض هذه الألعاب تي قطع صغيرة، هذه القطع صغيرة ممكن الطفل يحطها بحلجة أو يبلعها ويختنق فيها، خاصة الأطفال دون 3 أو حتى 4 سنوات. مسألة الاختناق لازم ننتبه عليها في جميع ألعاب الأطفال، خاصة بالأشياء اللي فيها قطع تتركب وتتسكر، وبالتالي ننتبه على جودة اللعبة وأن ما فيها قطع تتفكك، ومع الاستخدام أيضا هذه القطع ممكن تنحل أو تتفكك إلى قطع صغيرة وتنكسر ويصير فيها قطع صغيرة تكون مصدر للاختناق للأطفال للفئة العمرية الصغيرة. أيضا بعض الأطفال يصير عندهم خلط أو هذه الألعاب تستخدم بصورة غير مناسبة، بحيث أن يتم التخريع فيها، الطفل يلحق طفل ثاني بالإبرة على سبيل المثال ويبدأ ربط مثلا الإبرة في طبيب الأسنان أو في الطبيب المعالج، وبالتالي يبدأ يشكل رعب عند الطفل من هذه الشخصيات، وتجعل بدالة تكون زيارة الطبيب أمر في مسلي ومضحك وفي متعة، إنزين لأن الطفل متعود على هذه الأشياء لا يصير ترهيب للطفل. ومن الأخطاء اللي يقوم فيها الأهل أنه إذا ما قعدت عدل أجيب لك الإبرة وأطقك فيها، ولا أوديك عند الطبيب أطقك بالإبرة. نفس الشيء مثلا حق الشرطي، يخرعون الطفل بالشرطي، والشرطي وظيفته حماية الأطفال، وبالتالي يعززون أفكار مغلوطة تسبب رعب عند بعض الأطفال من شخصيات مفروض تكون مريحة حقهم أو موجودة لخدمتهم. أيضا بعض الألعاب أو خلال اللعب مع التمثيل ممكن يكون الطفل ياخذ دور الحرامي أو دور الشرطي لكن بعنف، وتشجع على العنف، وكذلك حتى الوظائف الثانية ممكن يكون فيها بعض من العنف، وتكون اللعبة بدالة تكون مسلية بأمان لا تشجع على العنف. وبالتالي احنا كأهل لازم ننتبه على هذه الأشياء ويصير توجيه وإرشادات واضحة حق الأطفال. شلون نعرف أن الطفل مستعد حق هذا النوع من الألعاب؟ دائما الفضول، الطفل عنده فضول، وأغلبية الأطفال يصير عندهم فضول حق الوظائف بصورة عامة لما يشوفونها من عمر صغير. أغلبية الأطفال من عمر 3 سنين يبدأ عندهم الفضول، يستمر تقريبا لسبعة وثمانية وبعضهم يمكن حتى أكثر. النقطة الثانية نشوفه عند الفضول على شنو؟ أغلب الأطفال يربط هذا الفضول اللي عنده بتجربة مر عليها، ممكن زار طبيب الأسنان مثلا وكون علاقة جيدة وبالتالي حب يعرف أكثر وحب يتقمص الشخصية، ممكن مكان أو بالمدرسة بالحضانة زاروهم مجموعة من الشرطة أو مجموعة من المطافي فكون هذا الفضول. شغلة ثانية استيعاب الفكرة أن إحنا قاعد نمثل وقاعد نتقمص هذا الشخصية، وأن الشخصية هذه لها دور معين بالمجتمع. لما نختار الألعاب نحرص أن اللعبة تكون مفيدة مسلية وآمنة، دائما نشارك عيالنا عشان نستغل هذا الوقت من اللعب في بناء روابط أسرية. أتمنى هذه المعلومات فادتكم باختيار اللعبة المناسبة الآمنة حقكم وحق عيالكم، على أن نلتقي فيكم بحلقات قادمة إن شاء الله.